السيدات والسادة، لقد أدى صعود الجماعات الراديكالية والمتطرفة التي تمارس الإرهاب وانتشارها في بعض الدول العربية إلى إزكاء ثقافة العنف الديني والمذهبي ونشر الفكر التكفيري، بما يهدد الوحدة الوطنية ويفرض قيوداً على حرية الرأي والتعبير والإبداع بكافة أشكالها، الأمر الذي ينعكس سلباً على أوضاع الثقافة والمثقفين العرب، ويمثل بيئة مواتية لظهور مشاريع سياسية ودينية ومذهبية وقومية تسعى إلى تغيير واقع جغرافيا الدولة الوطنية، وذلك من خلال صراعات مفتعلة بين الفكرة العربية الجامعة وبين مدعي الفكر الإسلامي. وفي ضوء ما تقدم، وأخذ في الاعتبار العوامل الثقافية والإبداعية التي تمتلكها الدول العربية وفي طليعتها اللغة العربية الجامعة والتراث الحضاري المشترك، فضلاً عن الإسهام الفكري والحضاري لمختلف الجماعات الثقافية الذي يسري الواقع الثقافي العربي، فإنه يتعين تفعيل دور جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للعلوم والثقافة الإلكسو وتطوير العلاقات الثقافية بين دول المنطقة المتقاربة ثقافياً من خلال المؤسسات الحكومية والأهلية، بحيث تزداد الروابط والموحدات الشعبية والرسمية، ويكون نتاج ذلك دعماً لمشروع التكامل المأمول وبما يحقق الازدهار الثقافي والاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن أهمية إلاء الثقافة والتعليم والفنون ما تستحقه من عناية واهتمام من أجل إحداث نقلة نوعية في العقل والفكر العربيين، بحيث تؤسس المناهج التربوية والجهود الثقافية بشتى أنواعها لعقد اجتماعي جديد يعلي من قيم المواطنة والتنوع واحترام وقبول الآخر. ولن يفوتني أن أؤكد في هذا المقام على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول العربية على المستويين الرسمي والشعبي للعمل على حماية التراث الأثري العريق الذي يتعرض للتدمير والنهب في عدد من الدول العربية جزاء العمليات الإرهابية، كما أدعو إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. السيدات والسادة، إن تحقيق التقدم على مختلف مسارات العمل العربي المشترك وهي تحقيق التكامل العربي المنشود يقتضي تطوير الكيان الجامع لآليات هذا العمل المشترك، وهو جامعة الدول العربية، الأمر الذي يتطلب بلورة الرؤى المشتركة والتوعية بأهمية عملية التطوير والإصلاح على المستوى الشعبي والمجتمعي وحشد الطاقات من أجل تحقيقها. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الفكر العربي وإلى رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وإلى مديرها العام الأستاذ الدكتور هنري العويط، والشكر موصول إلى معالي أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وأحاطه بالرعاية الكريمة وبالتنظيم الراقي. وختاماً، أؤكد أن مصر وشعبها ستظل قلوبهم مفتوحة لكم وأيديها ممدودة إليكم بكل الخير، ننشد معاً التقدم والرخاء ونسعى بدأب من أجل تحقيق النمو والازدهار لدولنا وشعوبنا العربية. نثمن قيمة الفكر وندرك أنه الهبة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان على سائر مخلوقاته، وحمله من خلال العقل مسؤولية البناء وعمارة الأرض. فدعونا نعمل معاً من أجل تحقيق مراد العلي القدير من الخلق، نصون أوطاننا ونحافظ على مقدرات شعوبنا،
ندافع ولا نعتدي، نبني ولا نهدم، نؤمن بالتعددية فعلا لا قولا، ونتخذ منها وسيلة وحافزا على مزيد من العمل والإنتاج في شتى مجالات الحياة. ودي كانت جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال حضوره لمؤتمر مؤسسة الفكر العربي، اللي اتكلم من خلال هذه الكلمة على طبعا التحدي اللي بيواجه مصر والمنطقة العربية والعالم كله، هو تحدي الإرهاب، وركز الرئيس على أنه لازم يتم مواجهة ده بالفكر والثقافة والاهتمام بالتعليم.